سناب الشرقية أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات. مستمرين معكم في الافتتاحات. تم قبل يومين تقريبا افتتاح منتجع صفات في حي منار فيصلية في الدمام. هذه مجموعة شاليهات. شوفوا كيف الترتيب، شوفوا كيف مدخل الشاليهات. في نافورة في المنتصف، والشاليهات تقريبا 6 أو 7 شاليهات، كل شاليه لها مواصفات معينة. الحلو هنا موفرين لكم ألعاب مائية، مسبح، صالة، غرفتين نوم، جلسات خارجية، شواية، مطبخ، تكرمون دورات مياه، وفي بعض الشاليهات فيها مسابح داخلية، غرفة النوم تطل عليها. الآن راح نشوف بعض النماذج اللي عندهم. سناب جاية رقمهم وتفاصيل العنوان، سوى لها كابشر ونكمل. شوف النموذج الأول، هذا الجلسة الخارجية في الساحة، عشب أخضر صناعي، الصالة غرفة النوم تطل على المسبح والألعاب المائية. ما في أجمل من كذا. هنا الجلسة اللي في الصالة، متوفر تلفزيون، متوفر هنا ثلاجة ومطبخ مصغر مع كراسي وطاولات، وأمامكم الألعاب المائية. شوف نجيب لكم من زاوية ثانية. هذه الصالة، أمامكم هناك الألعاب المائية والمسبح. في جلسة، هذه جلسة نص دائرية تطل على المسبح بعد، لكن نروح لها من برا. في غرفة ماستر وفي غرفة أطفال. هذه غرفة ماستر، تنام تريح وبعدها تقوم تسبح هنا. ايش رأيكم؟ أو إنك بعد ما تسبح هنا وتتعب ترجع وتنام تريح. أما عيالكم هذا مكانهم، هنا سريرين مع دولاب صغير وكل شيء مكيف، والشاليهات جديدة توها فاتحة صار لها يومين. بالنسبة لكرمان دورات المياه، يعني كل شيء صراحة حديث ونظيف، حتى كريم الجسم، جل استحمام، شامبو، بلسم، والفوط موفرينها لكم. الألعاب المائية، هذه الألعاب صراحة اللي ينبسطون عليها الأصغار ويسعون صدورهم. في هنا الاستجماع والاسترخاء اللي يبغى يتمدد. أما الجلسة اللي قلت لكم عنها صورناها من داخل، هذه الجلسة. أما هنا الشواية، إذا تحبون تشوون موفرينها لكم جديدة. هذا نموذج ثاني، نفس الشيء، ألعاب مائية، مسبح. راح نشوف الآن إيش موجود داخل. هنا الجلسة الخارجية والشواية في الزاوية هناك. طبعا هاي فرقها الحوش أكبر. هنا الصالة طبعا تطل على المسبح الخارجي، وهذا المطبخ الصغير والثلاجة وغرفتين نوم، غرفة ماستر وغرفة للأطفال. هذا الأطفال عندنا هنا الماستر. أما الماستر في النموذج هذا تكون دورة المياه، فيها قزاز مكشوف على الغرفة، في ستارة إذا تبون تغطونه، تقريبا نظامهم فندقي هنا. أما النموذج هذا في الساحة خارجية والجلسات، وفي المسبح يكون داخل الشاليه. راح نشوف الآن الزاوية مجهزة كمطبخ صغير مع كراسي والجلسة، وهذا مسبح داخلي، المكان كله مكيف، وغرفة النوم هنا تطل على المسبح. طبعا مسموح المبيت هنا عندهم لين 10 الصباح. هذه غرفة النوم الأولى مطلة على المسبح. فوق هنا غرفة النوم الثانية، غرفة الأطفال. هذه غرفة الأطفال، ترفع حواجز للسيفتي. في ناس تفضل النوعية هذه من الشاليهات لأن المسبح يكون داخلي والمكان مكيف. شوف في شاور هناك متوفر، في هنا الشواية متوفرة بعد برا.
تقطعون منها على الساحة الخارجية. هذه الساحة الخارجية. شوف الشري هذا أصغر مساحة عندهم، أتوقع أن أقل سعر. استفسار كله على الواتساب اللي حطيت لكم على سنابات. نفس نظام الشيء اللي شفناه قبل شوي، مطبخ مصغر وجلسة في الصالة ومسبح داخلي وشاور وشواية وتكييف وغرفة نوم تطلع على المسبح وغرفة نوم للأطفال. كذا شفنا شريحات منتجع صفات في حي المنار فيصلية في الدمام. ما شاء الله تبارك الله، شغل مرتب نظيف. الواتساب حطيت لكم عنوانهم، الله يوفقكم.